سيسلي مرياحي، مرحبا بك على الموقع الرسمي للنادي الافريقي. مرحبا صح، شربتكم سيسليم. اليوم العشية ربما صار هناك لبس على ما تكتب في الصفحة الرسمية لسليم مريحة على الفيسبوك، فهل من توضيح سيسليم؟ اللبس اللي صار في سحب الببليكاسيون اللي صارت، هذا اللبس اللي نشوفه، هذه الغلطة اللي ما شاورونيش عليها واللي هي عملت بوليميك في وسط الجمهور، لأنه سحبها أعطى إشارة كونه سليم الرياحي سب الجماهير وتعدى عليها ومن بعد فاق وبطل، اللي هو كلام ما يقبله حتى. هو ربما ذاكش فهمه، يعني جماهير نادي الفريقي فهموا أنه هناك يعني سبان. هبلت أنا مهبولة، كلام فارغ هذا ما عنده حتى معنى. أول حاجة نحب نوضح للناس الكل كونه أنا مستحيل، هذا لا من تربيتي ولا من طبيعتي ولا من أدبيات لي بوبليكاسيون اللي نهبط فيها كونه نتعدى على الناس وإلا نسب. أنا ما نسبش في الناس تسب فيا، مش نسب الناس اللي نحبها، ما تجيش. هذا كلام ما عنده حتى معنى وما هوش مزايدة، على خاطر نقول نادي الافريقي معناها نقول جماهير الافريقي، وما فماش حتى حد ينجم يزيد عليا تو في حب النادي الافريقي ولا حب جماهيره. واللي نعمل فيه انا في النادي حب للنادي وحب الجماهير، واللي هو عمق تونس. المره هذه بعد ما تبعت انا طبعا خرجت العمليه، والكلام اللي تقال ما نقصدش بيه انا كونه الجماهير، نقصد في فئه معينه، والفئة المعينة تعرف روحها هي بيان سور، واللي انا استنس به ما هماش جماهير نادي الفريقي، ديفو بروفيل من بعض الاحزاب من اندية اخرى. اما اللي قلقني المرة هذه كونه فما كلوبستية بالحق، معناها المشكلة نتاعي تو انا حبيت نوضح المرة الأخيرة. بصراحة نحب نقول الكلام هذايا خاطر ما نحبش ندخل في البوليميك نتاع هبط ما هبطش، بوبليكاسيون تعملت، وأنا نقصد بها فئة معينة، وعمري لا نقصد بها جماهير النادي الفريقي، لأنه جماهير النادي الفريقي نعتبر نفسي أنا وحاجة أفتخر بها بصراحة، ومش مزايدة مرة أخرى، وما هوش اعتذار، ما نعتذرش أنا على حاجة ما عملتهاش. نعتبر روحي رئيس جمعية الوحيد وإلا اللي عنده تواصل، فما تواصل مع الجماهير، كي نمشي الاستاد ولا حتى عن طريق الباج، فما صلة بيني وبين الجمهور. هذه حاجة تشرفني ونفتخر بها. ربما سيسليمك الانتظارات هذه نتاع جماهير نادي الفريقي، يعني انتظارات برشا فيما يخص الانتدابات، يعني الناس كل تستنى في الاتاكون هذي اللي باش يجي، وكانه الوقت بدا يعني قرب الفان تاع الميركاتو، والناس كل ولات على اعصابها وستريسي. اش نجم نقول لهم الجمهور الافريقي؟ اللي نجم نقوله كونه انا عندنا عام في النادي الافريقي اليوم صارت اخطاء يلزم نتعلموا ونصلحوا منها. نجيبوا اي واحد سهله الحكايه، قالوا هاتك الليستا برا مشي خوذ، سهل، اسهل ما فما تو الليله يركب نجيب واحد ولا زوز، ولكن هل هو قادر كونه يعطي الاضافه ولا؟ هذا شنو حابين؟ احنا حابين ما نجيبوش، احنا عمناول جايبين كارل ماكس اللي هو رجع تو، طبعا القيمه اللي خذيناها بها كارل ماكس التسرع هذاك مليون ومئة الف دولار، نعاودوا نفس الاغلاط علاش؟ شنو الفايده معناها؟ ومش هذا صلب الموضوع، هذا لي زاتاكون جايين بطبيعتهم، عندنا ميركاتو تو قبل ما يوفى تو يجيو، وفما لجنه تخدم، وفما نواب رئيس، وفما ليستا، ونختاروا ونستناو ونتزايدوا في الاسوام ونحاولوا ندخلوا من اليمين ومن اليسار باش نجيبوا ناس باهيه، ولكن مش هذا صلب الموضوع. اليوم الإشكالية الحقيقية هو كون الناس تتعدى عليك،
كون وانت تشوف روحك تخدم وتتبع نهار كامل ومحاط ناس واجتماعات دائمة كل يوم شو عملت تتبع وفما فريق كامل يخدم، مش انا مش نمشي نسافر نجيب اتاكون يا اخي. اليوم راهو النادي الافريقي هيئة كبيرة، مجموعة، شنو مجموعة، ولا انا تي انا حتى كي ما عادش نتواصل على الباج على مع الجماهير على خاطر الجماهير. يقول لك يا سيدك ايه ما تخلط ليش سياسة مع رياضة باهي. قلت لهم كلمت رشيد قلت له اعمل باج وانا تو نتواصل مع الجماهير في الباج اللي مش تعملوه، خلي الباج نتاعي نكتب فيها اللي نحبها. اما اليوم راهو بصراحة الوضع مش باهي تأثر، خاصة كن كل واحد يحس بروحه يخدم وعامل مجهود كبير ويحاول يصلح. يمكن لليوم تجي تشوف حتى تقول شنو بالحق ما فماش يكون يوضح في الخطوات اللي قاعدين نقوموا بها، ولكن هي مع الوقت تتوضح. وعنا جلسة عامة تقييمية يوم 4 أكتوبر تو نوضحوا فيها كل شيء، ولكن فما ناس تحاول تمس هالعلاقة اللي تكونت، فهمت؟ فما علاقة روحانية نعتبرها أنا بيني وبين الجمهور، فما ناس تحاول تمسها. لهذا أنا نطلب من أحباء النادي الإفريقي الحقيقيين اللي يحبوا مصلحة جمعيتهم، كونوا زادا يعتبروا كونوا سليم الرياحي راهو من أكبر المحبين للجمعية. علاش أنا رئيس جمعية؟ معناه يمكن المفروض رئيس جمعية أكثر واحد يحب جمعية هكا ولا هذا الواقع. نعم في السياسة نرى، تعرف شو معناه نعم في السياسة؟ معناه يزمني نكون سياسي ونعدي حاجات على خاطر لأني سياسي، ولكن عمري لا عملت الكلام هذا. بالعكس احنا فما مناطق انكم ما نمشي لهاش، تو تعرف ولا الكلام هذا على خاطر النادي الافريقي. وين هالسياسة اللي نعملوا فيها؟ بالعكس احنا ضحينا بها على خاطر جمعيتنا وما هيش مزية، لانه هذاك طبعيا يعني. كان نخدم حاجة نخدمها هي بنية صافية 100% وهي الاساس، والا ما نعملش. معناها انا نشوف كونه فما تضحية، ما نحبش نحكي عن روحي ما نحبش. وانا يمكن هالتفاصيل هذه الكل في الجلسة العامة تقييمية الواحد من حقه في الوقت ذاك يتكلم، لكن نحب الناس راهو تقدر فما مينيموم تاع مجهود ويرفعوا من معنويات الناس، خاطر احنا بشر. 4 اكتوبر تو نصفيو الاشكاليات اللي موجوده، الميركاتو مازال، الملاعبيه مش نجيبوهم القادم خير اكيد، هذا ما في مشكله. معناها شكون انت اكثر واحد يحب يربح؟ انا عمري لا خسرت ديما الحمد لله، ولكن احنا اليوم في عمليه بناء مشينا خطوه كبيره راه مشينا. يمكن طبعا جزء من الصفحات اللي ما تحبش الخير للنادي الافريقي، والا ما يحكيوش على شنو صار تو من 13 شهر في بالي حتى التو، ومازلنا نخدمه. ولكن انا نشوف كونه قاعدين عملنا خدمه كبيره برشا، خدمه على اسس، فما حمله منظمه. مانيش مش ان ناخذ عليها خاطر حكايه فارغه في النهايه. فيسبوك انا كي نخرج لبرا نلقى نشوف الجماهير ونوقف ويحكيوا معايا، وانا مواصل في مشواري، ولكن الرجاء مراعاه الناس. راهو احنا ناس بتحس، ناس عنا عائلات وعنا صغار، وكي تجي من البراني نقبلوها، اما تجي من عائلتك ما تقبلهاش، فهمتني؟ معناها ما نقبلهاش، ما عنديش علاش نقبلها زاد. كيفاش انا نجي نخدم ونعمل مجهود كبير ومن بعد نجي نلقاك تسب فيا خاطر تقول لي واحد؟ مانيش مش ندخل في التفاصيل، معناها تو نحطهم من كلام ما نجمش نعاوده.
وش يهمك فئتي وين راني زادة. فما حاجة نحب نأكد عليها، أنا جيت لتونس على خاطر تونس، وجيت رئيس حزب للنادي الإفريقي، ونعمل في السياسة على خاطر تونس، وأنا رئيس الجمعية وولد الجمعية ونحس عليها أكثر من أي واحد. مش متعود إن نعتذر أنا على خاطر حاجة ما قمتش بها، أما أنا نعتذر للناس اللي ما قراتش وصلوا لها، خاطر كلموني برش عبيد وفهمتهم، ولكن راهو النادي الإفريقي وجماهيرها هما نعتبرهم عائلتي وأقرب حاجة ليا، وما فماش كوني نجم شك في الكلام هذا. هذا حبيت نوضح الكلام هذايا، وإن شاء الله جاي خير وإحنا ونخدمه والأكيد، وإن شاء الله العام الجاي تكون فما نتيجة طيبة. شكراً سيسي.